بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات المدفونين في هذه الدرجة وأهلها وفي سائر البلاد من الأولياء والسادة وأهل الخير كلهم اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فخرتهم حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.